ممكن يكون واحد ايه، انت قاعد بتقول انه السترينج اللي فيه 1 مور 1 ذان 0 بالضروره انه الوحدات بالاخر، بس هو لا، ممكن يكون الوحدات بالاول. يعني هذا في مور 1 ذان 0 والوحدات بالاول وبعدين الزيرو، فما في كونكاتينيشن في الموضوع. دكتور مش في هنا ايه في الدور ان في الدور ان بس لا، الاي ام هي ما بتساعدك، هاي انها تشرح او في علاقه بيناتهم. اذا ممكن هاي الايرون هي اذا تطلع اذا بتعمل الاي ام بس البي ام هي ما راح تساعدك، لانه هذيك فيها يعني مش طالعه صفه الترتيب. يعني هذيك اللي هي 1 ان 0 ان سوري 1 ان 0 ان فيها صفه الترتيب، لازم يكونوا مرتبين واحد ما لها علاقه فيها. دكتور طه ممكن نحكي انه ال 1 از سب سيت اوف ال 2 كومبلي. ايوه سب سيت اوف ال 2 كومبلي ممتاز. هلا هاي يعني يعني فكره في الاتجاه الصح، انه ال1 لها علاقه بالكومبلمنت تبعت ال2. هلا لو جينا نسالكم الكومبلمنت تبعت ال2 شو بتضم بالاضافه لل1؟ العكس. العكس صحيح. اذا الكومبلمنت تبعت ال2 بتضم ال1 وبتضم خلينا نقول ال3 اللي هي مور زيروز ذان 1. اذا يعني احنا ممكن نقسم سيجما ستار، سيجما ستار تقسم لثلاث اقسام اللي فيهم ايكوال 1 0 4 0 يا اما مور 1 ذان 0 يا اما مور 0 ذان 1، اذا هم ثلاث نقاط. فهي يعني ال 2 كومبلمنت تساوي ال 1 يونيون ال 3 حيث ال 3 هي دبليو سوس دبليو هاز مور 0 ذان 1. طيب هذا تفكير سليم، على كيف ممكن وصلنا للحل؟ التفكير هيك صح، بس تصور ان هاي الخطوة خطوة كويسة، يعني خطوة ممتازة بالاتجاه الصحيح. طب ايش؟ طب هاي النون ريجولر، لو جينا نسأل هاي احنا مفترضين ان عارفين انها نون ريجولر. هاي نون ريجولر، عشان تكون نون ريجولر لازم تكون نون ريجولر، بس واحد من ريجولر يكون يونيك فاميلي. لا احنا حكينا الاثنتين اذا واحد منهم ريجولر يكون يونيك فاميلي. اذا واحد منهم ريجولر لازم يكون نون ريجولر؟ لا، يونيون يعني فاي يونيون اي شيء، فاي يونيون نون ريجولر بعطيك نون ريجولر. واحدة رجلة؟ نعم رجلة على الأرض. ليش؟ عشان تحصل الجواب من الرجلة. هو أنو الجواب من الرجلة؟ مش أنت أنا لك من الرجلة. فالمفروض إنه واحد مفترضين إنه معطاة السؤال أنا من الرجلة. فلو كانت إيه ما في رجلة فالمفروض في حالة ثانية، فالمفروض واحدة من أول أو ألفي أو ثنتين ما هلا اذا كانت ال1 وال3 تنتين ريجولر المفروض الجواب الثالث في ريجولر، لانه احنا اثبتنا انه الاور انه هو انه بيجي بالاور، هذا فلازم تطلع الجواب نون ريجولر، لازم يا يكون نون ريجولر يا يكون نون ريجولر يا يكون تنون. اوكي هلا انت بتحكي انه هاي يعني هذا ترو اور فولس. هلا بالاول البروبوزيشن هاي ترو اور فولس، يعني ليش بدنا نون ريجولر ولا ليش بدنا ريجولر؟ نعم يعني تو بتعتبره تو. طيب صح هو تو يعني تو بدنا نثبت انها نعم ريجولر. هلا بدنا نثبت انها نعم ريجولر ليش ما نستخدم بروف باي كونتراديكشن؟ يعني ليش ما نعمل بروف باي كونتراديكشن؟ اذا فرضنا انها ريجولر نشوف شو بصير. هلا يعني تقريبا هذا صارت يعني الشرط واضحه بس يا
كترتيب افكار. لو عملنا التالي proof by contradiction، suppose that mean N1 is regular. طب إذا فرضنا إنه N1 is regular، معناته هذا الحكي بترتب عليه أو هيك there is an NFA أو a DFA that recognizes M1. وهذا الحكي بترتب عليه بسهولة، مين راح تكون regular؟ هلا ال1 ريجولر لازم ال3 ريجولر. ليش؟ ما لانه مش عليهم يعني زي بعض بس بتعكس ال1 والسيريز. يعني اذا افترضت جدلا انه في عندك ال2 تمثل ال1، معناته ممكن تكون منها ال2 تمثل ال2 عن طريق انك تكتب ال1 والسيريز. اذا باي تشينجينج ones to zeros. Then by changing ones to zeros and vice versa, this will we get an NFA for L3. If an L3 is regular. طيب هلا اذا كانت ال3 از ريجولر معناته الخطوه اللي بعديها انه ال1 يونيون ال3 يونيون ال3 از ريجولر بيكوز ايش؟ بيكوز ريجولر بيانجلز are closed under union. Okay. طيب هذا الحكي ايش بترتب عليه؟ ليش؟ الكومبلمنت. لأن معنى الحكي هون كتبنا انه L2 complement is L1 union L3. إذا اليونيون تبع الكومبلمنت تبع ال1 ال3 وتساوي ال2 is regular. But one of because regular languages are closed under the complementation. Okay. هلا هذا ايش؟ هذا contradiction. Which is a contradiction. إذا نرجع الـ assumption إنه L1 is regular كان غلط. إذا L1 must be non-regular. إذا هذا السؤال يعني كان في امتحان الفصل اللي فات مش هذا حله 100% بس في طلاب اقتربوا كثير من الحل، يعني في على الأقل اثنين يعني اقتربوا من الحل أو جابوا الفكرة. ما بجوز ما حطهاش بصيغة يعني رياضية واضحة بس كان يعني في ناس جابوا الفكرة. في عندنا سؤال؟ طيب مثل كلكم السابق تفكروا في ايام سهل صح السابق. خلينا نقول question 4 part 2.
question 4, part 2. يعني تقريبا حلنا ضرب الصم of numbers in W is 3 mod n. n أكبر من أو يساوي 4. سيجما تساوي 0, 1, 2 إلى M. إذن هنا بدك طبعا هنا proof by construction proof by construction أن NFA ولا دي this language is regular. قبل ما تعمل formal description نعمل رسم حتى توضح الأمور. هل هاي الصم اوف نمبرز تقريبا أخذناها هذا المثال جزء كان أخذناه احنا مود الثلاثة ولا خليه مود الأربعة. إذا بدي أربعة ستيتس هاي أربعة ستيتس the sum of numbers is 3 مود الأربعة. إذا هاي 0 1 2 3 إذا هاي الأكسب ستيت مظبوط. هذول نسميهم Q0 Q1 Q2 Q3. هل ايش بدي sum of numbers؟ اذا معناته ايش هو الترانزيشن لازم يكون؟ 1 ال 1 بمشيني فوق وال 1 هذا برجعني بعدين ال 0 ايش؟ بضل محلي وال 2 بمشيني خطوتين وال 3 بمشيني ثلاث خطوات وهكذا. بس طبعا بدك ترجع يعني الموت يعني تجمع وتحسب الموت. فاذا هي بتنحل بفورميلا واحده خلينا يعني هنا طبعا ال اف اي ام تساوي كيو سيجما دلتا كيو اس و اف. انا خليني اكتبها ان جنرال كيو شو تساوي؟ Q0 إلى Q1 إلى Q رقم كم؟ N-1 بالضبط.